مش عايزه كفته يا ماما. كل اللي قدامك يا نهى. انت بتزهق في البيت ليه يا حياه؟ ما تسيبيها تاكل اللي هي عاوزاه. مش لما تاكل انت الاول يا ست؟ انا بتحب باكل اهو. بتاكل فين يا علي؟ انت من ساعه ما قعدت ما حطيتش لقمه في بقك، هو في ايه بالظبط؟ بقول لك ايه يا حياه، انا دماغي مش رايقه عشان انت حياتك دي. ده انت مش طايقني بقى وكلامي واقف في زورك. انا بصراحه اتخنقت ومش عارفه ايه اخرتها. بقول لك ايه، لا اخرتها ولا اولها، اديني سايبها لك وماشي عشان ترتاحي. لا بقى، ده انت الشيطان ده في نفوخك بجد. ما تاكلي يا بت. طب ما تقول انك واخدها حلوانه في سلوانه عشان تخلع. يا اخلع دي يا حياه، هتنقي كلامك امال. والله نقوت الكلام من جنس العمل يا علي. بقول لك ايه، انا مش عاوز خناق. وانا مش عاوزه اتخانق. امال عاوزه ايه؟ عاوزه اطمن عليك، عاوزه اعرف مالك فيك ايه. مخنوق شويه. مني ولا من الشغل يا علي؟ من نفسي يا ستي. ارتحتي كده؟ لا، اللي يريحني اني اعرف مالك. عاوزه اطمن عليك يا علي. طمني خالص، انا كويس. الموضوع بس بفكر فيه وشاغلني. الموضوع اياه تاني يا علي؟ ما تبلغ عنهم وتخلص. ربنا يسهل. لا بقى، انا عاوز اعرف انت رايح فين برضو. مش عارف ليه عندي احساس اني عاوز اتكلم معاها. مين ده؟ وهو ده بقى اللي جابني لحد هنا. قلت برضو فواز واعي وبيعرف يتكلم، هيعرف يطلع كل اللي جواه. هو انت مش بتقولي ان هو راح لابو الحاج واتكلم معاه؟ يا انهار ابويا دماغه عاليه، هيسمع منه ومش هيديله المفيد. لكن فواز بقى حاجه تانيه، هيمد ايده ويكبش ويطلع كل اللي جواه. ما بقتش فاهمه علي خالص. ربنا يسوقك يا فواز ويجي الحياه ويحقق لها كل اللي نفسها فيه يا رب. يا لهوي، انا خبطت على جارتي وسبت العيال عندها وجيت على ملا وشي، عاوز الحق اروح قبل ما يجي ويطين عيشتي. هو فواز هيتاخر؟ يا اختي والنبي ما عارفه. من يوم ما اتجوز الجوازه السودا دي ما بقتش عارفه له حاجه، ولا عارفه له مواعيد، ولا عارفه له نظام. حتى هي يا اختي ما بقتش بتقعد في البيت. خرجت من غير ما تقول له؟ نعم، انت ضايقه عن اخوكي؟ ده كان جابها من شعرها. بحسب. الصراحه يا انهار نفسي اشوفها قوي. مش للدرجه دي يعني، دي حتى شكلها ملخبط ومفيش حاجه راكبه على بعضها. زينب جد. طب بقول لك ايه، الاصول ام سلم عليها مش كده ولا ايه؟ يا اختي الاصول اكل مصارينها وريح نفسي. يا بنت عيب بقى الله، وبعدين انا عاوزه اشوفها. نص وقت. مين انت؟ انا عميت اخته انا حقيقه اخت فواز. اتشرفنا. ميرسي. تعالي يا حبيبتي، تعالي اقعدي. لا معلش، راح فوت اوضه ارتاح شويه لانه كتير تعبانه. وماله حبيبتي، البيت بيتك، الايام جايه كتير وان شاء الله نقعد مع بعض ونرغي للصبح. يا لهوي، البنت فارعه قوي يا انهار. يا اختي ارحميني شويه، انا هلاقيها منك ولا من اخوك فواز. راعي مشاعري يا حياه، مش كده؟ حرام عليك يا واد. انت الاصلي يا ولا يا قمر انت. طيب ماشي، اذا كان كده ماشي. طب بقول لك ايه، انا هروح بقى، اول ما فواز يجي تخليه يعدي عليا او يبعت لي وانا اجي له. ماشي. حاضر. هاتي بوسه. جاتك 60 نيله على خيبتك يا اختي. تنيلي عليكي يا موقوسه. انا عايزه اعرف بقى، هو في ايه بالظبط؟ هو ايه؟ هيفضل كل ليله كده بايت عندها؟ هو احنا مالناش حق فيه ولا ايه؟ انت يخرب بيتك، الوليه قاعده في اوضتها تسمعك، بالراحه وطي صوتك. ما تولع بجسوتي، انا مالي اساسا؟ الله يا دي النيله، يا لهوي يامه هتنط. ماشي يا انهار، ماشي. ورحمه امي لا خليه يبات عند الليله دي، وهتشوفي يا بنت هيطقلك عرق يا هبله. طول عمرك تمسك التراب يتحول دهب يا عم الصياد. يا ساتر يا رب، كل اعوذ برب الفلق. ايه ده؟ عارف يا فواز، كلامك اللي قلته قبل كده شغل بالي قوي.
انا طول عمري بفكر ازاي الناس ممكن تبقى معاها فلوس كتير قوي كده، اللهم لا حسد طبعا، من غير ما يبقوا حراميه. ما تزعلش مني، انا عارف ان انت حد كويس وانك ماشي بما يرضي الله، عشان كده بسالك. اصل دي دايما الصوره اللي بنشوفها في الافلام وبنقرا عنها في الجرايد. يا عم انا ليا دعوه بافلامك ولا جرايدك، انا مسلمها لله وبشغل مخي وبتمشي. قول لي بقى، انت ازاي قدرت تخلي المصنع مصانع والشركه كبيره؟ يعني باختصار كده، ازاي قدرت تبني كيان الصياد؟ نسنس طول عمرك، نس فاكر من صغير كل سطوح وليه بدروم وبين الاتنين سلم. انا البدروم بتاعي كان في يوم كنت رايح اجيب اختي حياتي المدرسه، كنت في ثانويه عامه، رحت يومها شفت حاجه بهرتني، شفت بسم الله ما شاء الله بنات زي القمر، نور طالع من وشهم ولافين بوشوشهم بطرحه وملفوفه حوالين رقبتهم، والعدد ايه سبحان الله قادر على كل شيء، العدد مش عارف عد. قلت سبحان الله، البلد دي مرضي عنها، البلد دي مرضي عنها، ما ملهاش حل، ولازم يبقى ليا دور فيها. دور ايه يا معلم؟ انت عرفت ان السكه كده في ركبت السريع وطرد، وعامل فيها الشاب الواعظ ولابس الوش دوت. الله، اللي انت بتقوله ده فريق؟ ما تلم نفسك ياه وفسح شويه. بنات وهو يا كلمه الحق تقف الزور ولا ايه؟ ربنا يهديك، يمكن في ناس زي ما انت بتقول عندها استعداد تتاجر باي حاجه حتى والعياذ بالله الدين، انما الحمد لله ربك رب قلوب وعالم بالنوايا، عالم بالنوايا يا فريد، وربنا يهدينا كلنا ويكفينا شر انفسنا. استنى بس يا حد، انت زعلت ولا ايه؟ هو في حد يزعل من فريد؟ يا عم انا عريس جديد ومش ناقص نكد ومنقر على المسا، اخاف على نفسي. طب استنى يا فواز، استنى يا اخي انا جاي معاك. عاجبك كده؟ بقالنا دي قاعدين مع بعض والله ما انا عارف حاجه، بس ظهر مع الطلبه. يا ابني اقعد. الله الله، وانا بسالك عشان تقول لي عطلتك وهتقوم. ما انا عاوز نقول ايه بس يا حاج؟ عاوزك تقول القعده دي كلها ما كانتش على الفاضي. والله يا حاج انا ارتحت اول ما اتكلمت معاك. تعالى يا ابني، اللي زي عايش يوم هو مستني ساعته. انا مش عاوز اقلق على حياه بنتي يعني. طولة العمر ليك يا حاج. طيب ولا اسر ما هواش دايم صدقني. انا علي عاوز اطمن على حياه بنتي. جرايه يا حاج، انت ليه قلبتها دراما كده؟ وانت فيك حاجه لا سمح الله؟ كل واحد فينا بيجي عليه وقت يبقى عاوز يشيل من فوق عشان يمسك الحاجه اللي مبواش طايله، بس انت علي مش محتاج ليه. عارف ليه؟ ليه يا حاج؟ لان حياه بنتي مش باصه لابوها ولا باصه لاخوها ولا في بالها انت بتاخد كام ولا هي عايشه ازاي. ايوه، ويوم ما بتتخانق معاك عشان تشتغل مع فواز يعني، فده عشان تريحك من العذاب اللي انت فيه يعني. هي دي حياة بنتي، هي دي حياة بنتي يعني.